زمن الغناء للحب والوطن والحياة. من أواخر السبعينيات وحتى الآن كان من حظ المصريين عشاق الغناء أن يفخروا بأنهم عايشوا واستمتعوا بعصر علي الحجار. غصب عني اتورطت في اني ما اعملش اقل من اللي بليغ حمدي علمهولي وصلاح جاهين والابنودي وسيد حجاب وعمار الشريعي، ما بروحش للريجه وخلاص. الذوق العام في مصر حاليا ماذا يقبل وايه اللي بيرفضه؟ ناس بتسمع النشاز على انه ده الصح، ويمكن يسمعوا الصح على انه ده مش حلو. زن على الودان او تضيع الودان امر من السحر، حاجات من كسف اقول عليها فن. أيوة. او ما يصحش انها تطلع مني كلمه ان ده فن. انت وجدت من يرعاك، من يرعى موهبتك، من يرعى المواهب الفنيه في مصر الان؟ دلوقتي ما فيش شركات تنتج، والامل عندنا بس في الدوله. ما غنيتش انت ابدا شعبي؟ لما ببقى انا واصحابي كده في قعده لوحدنا من غير تلفزيون ولا حاجه بعرف اغني شعبي طبعا، لانه هي طريقه، لكن ممكن اعمله جوه الدراما. قصة حب جديدة للغناء والإبداع المصري في حديث العرب من مصر غدا السابعة مساء على قناة مصر الأولى.